بسم الله وكفى السلام الله عليكم إخيار ميل والبود الدنيا ذاك جوكتان فرماجو لفتا قرين حسن شيخ محمود يا حمسة عبد البرئ أيانو الدير عبد الصاري دونا فيرسيح حوغن أيانو قفران بلس لكن حوكتان قابن أيان إذي كدب الجين دونا حدية الله أودل أكرال نغضو حندين لأن هاي كوسو دوادة ورباهين تيني كوبها ودي ساوثن ميديا كوبرايشن ومروا البعض كيشان ورارك حقيقوين كأح سياسدا اسديدن ايو كوا اس اقل سنقصانيا جيس كافريكا ايو مدى عالم كبا مدحويني هوري اي صوماليا محمد عبد الله فرماجو ايا وحا اوكوسو وجهان يهي مقالة مقدشو دلكينا صوماليا صفر كفرماجو مالين تاو يهي والقريي سوابا امن درادت أما درتوت بلس لكن بشن نوفمبر أيا الله فيلا يا فرماجو إنو سو جار مقالة مقدشو وحان إذن لو ذاك ناي ساعدي وقدم بي بارلمان كصوماليا إن إسبدل أو كو إيمان دونو إسلامر كاسنا حسن شيخ محمود إي حكومة ديسي جلبها لغتومي دونو لغونا خاص بي دونو إنو وضر أقل أو كسو نقدا سيدي كرسيقا لوغو ديبتي فرماجو ayaa maanta wuxuu soo saaray warqad sidaad aragteen taaso uu ku adkaynayo baarlamaanka Soomaaliya inay surta ku sameeyaan qorshaha xukun joogista Xasan Sheekh Maxamuud isla markaana dowlad goboleedyadu uu ugu baaqay doorasho dadban inay degdeg u galaan maadaama waqtiga ama mandate-ka uu ka dhamaaday ama uu ka dhamaanayo marka kullay farmaajo maalintu imaanayo maalin hebel ma dhigi karayno hadaynu nahay ورباهين Southern Media Corporation بلسو حانو عدينينا محمد عبد الله فرماجو إن أوكسو وجهان يهي مقالة مقدشو عاصمة الدلك الصومالية فرماجو إياه أتاقن إنو مدحوينها قرنك الصوماليات نقضو مركلة كرسيقة أو أترتمو إسلا مركانا الصومالية أو هقاميو سامطة بحين تيدان قيب أو كان نقضو سيدا آن أغنهي إساقة إيا تيم كيسي مركا كلي مالين تأيتهي وقتي أي شيء دونا بس لكن هدي لنا اللي هي وحنا إسبدلين فرماجو مقدشيو كسر صعدا وحنا دونا يا إنه بروسين كصادق تمركان حمر قلب كاسي وانو فهمني وحنا وجود بدونا مدحوينا هدي شوقة مدنى حسن شيخ محمود السجنة مجال هذا مقدشو وحنا دين لو ذاك نيمانتي إنه شر قرسودي أولي شيء طليانية isku xirka talyaaniga iyo Xasan Sheekh Maxamuud waxa ka shaqeeyay nin sidigiis ah oo saara indheer la dhashay kaasoo lagu magacaabo abukaate ama avokaate Cali Marduuf nimay dhahan haduu jira soo raadiya haduu san jirin hadde maba jiraba talyaaniga iyo Xasan Sheekh Maxamuud maxay ka wada hadleen madaxweynaha Soomaaliya Xasan talyaani wuxuu ka codsaday in talyaanigu حكومديسو اي كا عاويان اي داقالكا او لقاليو اتوبيا معنيه دانكا عركا ان اي كا عاويان ما داما تاليانيكو عركا او قطركو يهي ودامده هرو مراي او كميدي هاي جي 7 اما جي 8 او كميدي هاي حاليو كالما يو يري تاليانيكا وي او قولادين بلسل لكين شروط باي هرنيجان ايوغونا وحي كو يرادين وحان ربنا لولكان لحدا قبل اي ميلان لو يقانو from كسمايو تو بايدابو تو شابيلا ذا هوسي يو ماشي لو يقانو شابيلا ذا دحي او هير شابيلا كاترسان الا يو هيران وحي دهن صلديق نغسي هير شابيلا يو مايلان لحدان قبل اياد نغسي نيسا صلديق يو عيدان او ماركي سيدان كعركا دار رتيد انا كاتا غيرنو بلاس انتاسي وحاسي دير اما اللبا درالي ان ماركي سيد باريهي annaga aan kula hayn Soomaaliya farta annaga soo saartid meeshaas waxa ka aragtaa adduunyada inay soo gaajoonayso oo ma arkayse macni qof walba Soomaaliya in wixii uu ka heli karo nolol uu ka helo annaga beeraan kula hayn dhulkan beerahaynaan rabnaa sidaas ay dhahayn talyaanigu Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu yiri beerihi waa iga diyaar waa la idin siinayaa af gooyi laga bilaabo إلا إيه جنالي باري هبر قدر أيكو هبستي إلا إيه ماركيسي جبوينك
إلا إيو ماركيس الشبه لدى دحي طلياني وحو لها فرطان إذن كساريا لكن وحان ربابو يري شقالها إذن شقينا يا بيرها سي إن وسارد بيرها أنيقو آن أطليو شقالها سي أي سو قرآن وسارد بيرها يا جوغا ماريا جوغا ماريا بير وحمكي قانا كتواري سبلا لسيقو خطوة لكن لكن ما يقانا ما يقانا أوكي ماريا بيرها معني اللي حدا قبل يهرشب اللي ما سقع إسكالي سومالي دو قبيل بين نقطي شقالة اللي قرأي حسن شيخ محمود دولة دي سادو يشقالة كدكتي رير كيسي مركا هاد ريري ساها يستبيرها سومان هادنا معني النظام دولي اه طلياني جانا وكوكو ريجي ساقو دهاي هادنا بيري هي ديجل او مرفلة اصل كبالاقا قاضي مجورو تيقو دو يشيدلي هادنا ان هوية ان معني طلياني جا اكلا شقيان او طلياني لعالها ديلا واينا هوية ان قعمتا اي كوهيان قرشان نوع عاسي ايو حسن شيخ محمود جي مركا قرشي مركا طلياني جا عوضا اي صوضا قادين حسن شيخ محمود ويكون برلمان بقول إيه لباطن عشو هيرقلين تاين لغو بلابو تاليانيغا ساليقيادا لغا سينايو هير شابيلي إيه ماي لاند إركنا إناي كتاقيران داقالك او يري حسن شيخ محمود إتوبيا إيان لغلايا واد داقالك انكو شيغاي داقال ودني يدا نلوشي دي ربا ودني 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 سنقود واناكسن سلام شرف لبا جالي يالو صعب ذا وتاقينا لا 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 قد تدى دولكيني هبين كي قل قلاتي تكريكي ما وحوكولي هاي اتوبيان بان لدك عالميا باسبور دبلوماسي تكريكي هو هايستا عصر شيخ محمود يتيم كيسي سنبلول شي لا يب والله يابي ها اور كان علوشة لغا رايو يب يكوت هاي سومالي وي طلياني يا حسن شيخ محمود ماشي هاسي مرين لكن جاهل لمديسي انجريسكو او كلجن ايو لي طلياني طلياني او انجريس ايغلا هادل ودر اوغل ربا انجريس اني كان وها وي ودر اوغل مربي بل طلياني او انجريس ايغلا هادل وي قلب كاسي وحان امالينيا وان اسلا فهمني وحان وحان ادي دونا بوليسكي صوماليا دولتي فرماجو يدولتي كور رئيسي شيخ شريف يتي نفسدي حسن شيخ يتي عبد الله يوسف بوليسكي والله كالادري وقود الضبين فينيتو لموزيكا حسن شيخ محمود وحوط لصنايا عيدمو وشقايا سيدي مولتريغا لكن مقعود بليس بليس يهي waye adduunyada Soomaaliya military uma ogola sida caamka ah ilaa dawladdu ku meel gaar ka loo dhisay waxay wax ku dhiibaan Blaze marka ciidankii Blaze ka ahaa horta kuwi hore waa la kala diray kuwa cusub oo isaga hadda uu dhistay oo naqshad cusub ah macnaheedu police sidii military-ga u shaqeeya ayuu sameystay wana wada waxaana Blaze kaasi markaysay macnaheedu ku qayb ah dalacaado waalan oo iyaguna Puntland la siinayo saraakiil farabadan aqliga bale aadamka uu diidayo ayaa Puntland la siinaya hadda darajooyinkana xidig ma ahan laba alif lama ahan laba xariq lama ahan sidii Maryan Danab gabar ay dhahan ma aragto 10 sano bale dooglay fadhida ay furugo eelbuur laga tuura markaysa waa hooyo oo caruur leh caruur korinaysa sinta ku sida dagta ku sida laabta ku sida hada ma fahmaysa 10 sano dalacaad male dibkana waa lagu shubaya waa kan hadda Xasan Sheekh Maxamuud konton iyo sagaal sarkaal oo Cali Gaafa iyo hal murusada hooyadiisa Cali Gaaf markuu dalacsiinay bali dogli iyadoo macni meesha fadhida ka booday maxay yeelay digil aw mirifla way looma baahna marka saraakiil gaashaan iyo gaashaan la dhexe iyo general dalacaadahaasi ayaa majeerteen iyo reer Puntland daarood lagu xaqaya gedigeed haddii ogeydeen darad raweyn haddana qaanadu waxay u furantahay
دارو سيبا نمانك بنت لاندقن دلعات آن لأركين واليئة جانان غاشان لده غاشان لده ألغو صفايا محال لوغو تلقلي عيدا ماذا بنت لان جوغا حدا والدولة دا بنت لان سعيد عبدالله الدني ومدحوينا كيهاي إياغو او جوغا أيا وحال ربا إن برتو دا لغو لوريغو مركز سيدا لغو لوريغانا سراكي شهد الله مقا عابا يو معني دلعاد الله سينا يو وبنت لان كسو جيدا إن لغا كورغي يو مركز أوتوماتيك عيدا ماذا بلايس كغاركا marka is sida military ga u hawlgalayna in lagu daabulo Puntland calooshaydi la dego haddana shaqadaasi way socotaa intaas ma iga haysa walaal way sheegid ayaan leena ku amal fal anaga maliin waayo marka is warbaahin baynu anaga qodobkaas isaga ah waxaan u maleeynaa waanu fahmay afgooy waa lagu socdaa iyadana aksiga in ay iyaguna dagaalamaan daway u tahay رئيس الوزراء حمزة عبد البري واسو قرني رئيس الوزراء سدح مليون يشم بقول او كن او دولار كمريكن كا ايو ويديستي صاحب كيسي مدالي او اه قدوميا قبل كبنادر وحيري مدالو سدح مليون يشم بقول او كن دقدق الى سوغار بحار ستين ان كجراء او ان حلدبان دا كل لوشو او ان كفرفرو موشين كان معني يقصو وجهن waxaad ogtahay ahmed madobe already waa u fasaxay wuxuu yiri maarkayse waariko hal la cuno nama matalo maarkayse macnihi hadha hadha way hooshiisi si kasto ay ahataba lacagtii lama hayee lacagta hadda iyo koow ayaa la raadin raba waxaana macnihi 3 milyan ilaa madale iyo ninka la yiraahdo xamsa way balameen waxay dhahayn doonta hal mar aan ka wada degayna ama waa wada saarnaanayna marka lacagtana madale hadda wuxuu ka raadinayaa dhul dan guud in la gado waxay iibin rabaan arwo loo yaqaan arwo taleex ma taqaanaan oo ku taala magaalada muqdisho ayay xaraashi rabaan ana hadda ku sii sheegay inay isku difaacay rabaan arwo taleex soo raadiya meesha ay ku taalo haday jirta sheega hadaysan jirin ma jirta idhaha arwadaasi ayaa hadda madale oo dad u diray in la xaraashaal raba kadibna xamsa abdi barre 3 milyan iyo bar macnaheedu xildhibaanada uu ku laaluusho si xilkan uu u joogi karo hadda waad aragtay xamsa naxdin ba ka soo hadhay oo naxnahaaya xasan markuu salaamay naxdin markuu meesha dadka jooga oo kiyaal ka qaynimada uu naxsan isagoo dhan because waa shamsi ba lagu qaadaya laba la dooran si xasan ama ninkan rid ama adaa dhacaaya aadan madobe iyo abd xaashi iyo markayse wixii taageersana xildhibaanada mooshinkana waxa kowka kuwii digil aw mirifle markayse mailand 77 waxa raacay kuwii hawiye waxa raacay markayse kuwii waqooyi dirta waqooyi wa shamsi kuwii daarood ninkan maba noo joogay axmed madobana green light ku soo daay axmed madob hadaan u noqdo markaa wa kan isagana fariintiisa soo gaarsiiyay xasan sheekh maxamuud iswaan wuxuu ku yiri markayse doorasho iyo aniga waxba iga ma gelin wuxuu yiri gudiga doorashada kan dowlad goboleedyada aan leenahay inaan anaga soo xulano dowladda federaalku waxay leedahay in ay ku darsato shuruudaydu waa taas tan labaadna waxa weey doorasho dadban inaan anigu qabsado wixii inta ka dambeeya ya hadii gudigaasi macnihi naloo daayo doorashada ma arkayse inaan qabsado dadban la iidaayo waxa rabti waa ku fermeynaya waxa iga ma gelin horta أحمد مدوبي سيدا سوا أنا مركب حان كله وذا جن من كان ويتلاطوا مايان ضد بعد نح مريسة ورمرتيد مساو سارتان وقت دير ملقو درا ما أرك يسقف في عض حسن شيخ محمود وحان كله يكون ديرن كرو معني يضا ضد كانوا إن المقيم دار شقف في عض إنه مالسوا يستعبوا هديك على حبض في الله الصومالي كبل الله بنيسا ورك يجي مصابح يمسى مصابحين محل مساو سار هذا معني الشركة وسيس عندنا سو ما إذا أركن رئيس الوزراء حمزة عبد البرئين وسو صاري شركة وسيس عندنا تشك وسيس عندنا هدو 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 هذا ما فهم إيسا نمان كي مركا ميلان كسو جيدي لفتا جرين إيه تيم كيسي إيهونا وحي سود جيين هدا شركة هدا يسيدا تا ورغدا مركا عاوة صوبة هدا معني طوان بريان كدرني شركة وسيس عندنا وحي دين أنه بايدا ومكان تقنو أيان مصير كينا كتشن دونا هذا ما هدا لينو iyaguna caawisaas iska soo jareen
تلو مبودي دونان مسا مبودي دونان جيري دان افغوي يدولان كان لغوي هاي ومدار رير افغوي شابي لغو هوسي معني مدب املع سبي سمايين معني حساب تدب مي اكل كلار غريين انيقو مقران ايو معني حسن انو ليقى كجر ماي اركين داير امين جيسو اسبارا اي ودا ديغان ايين هدي اسبارا دي او دفاعي واي حسن معني شيخ شريف او غلي هادا ومعني حسن مبلا دفاعي كرو اي اركين نيكان لغي كلتغي وحبا يوسان ادين ليقين ماي كتهي كاركين الى شدا مقران ايو marka sidaasi awgeed tiimkii lafta gareen iyaguna waxay taageeyeen bay dhaba markaan tagno masiirkeena bay dhaba markaan tagno masiirkeena aan ka tashanayna waa maxay doorashada dad badan qabsanayna Soomaan macnuhu marka walaalayaal horta ma arkayse lafta gareen iyo tiimkiisana sidaasi ayaa hadda macnahi ee ka soo yeedhay haajadoodu waa hada 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 wa xumaanteeda hada hada halisteeda gaarka hada hada guriyaha qarxaya hadaadu حاجده ماشاسي مريسا حسن شيخ محمودنا وحا اجران دغال ان قبيل والبقبيل ككله لوو قتارو اسكيلينايا اسكيلينايا نا نايا اسكيلينايا نا كريم كايويو نا اسمرينايا اوشدان كو قضب كاسدان كغودبنو فقي وزير كارمها دبد الصوماليا wuxuu weydiistay soo gaareysa lacagti ugu horeysay Soomaalida qurbaha joogta wadamada Yurub markaysay macnii joogta qandaraaskii Ismaaciil Umar Geeli iyo Hassan Sheikh Mahmud ay reer Yurub lacag kaga soo qaateen oo UNDP ay ku jirto ay horseedayso lagu soo xilin lahaa qaxootiga anaga qaabilaynay dhahayn lacagti ugu horeysay ba soo gaareysa maalmaha soo socda lacagtaasi waxa loo dhiibaya fiqi يا حسن شيخ محمود حسن بورسدي سورو اسو قاتاي ما دام وسيرك ارمها دبد او يهي شقا ابور وحال القحوتي لا سو خيلينايو او ماركايس يورب لا سو خيلينايو دولتا سوماليا شقا ابور باي اسماينيسا ماركا لعقتي قحوتي لا سو خيلينايو سوماليا ماركا لو سو خيليو شقا ابور كا لوو سماين لها او قحوتي غعانتا ايغو يورب جوغ لا سو ساري لها ايغا وخي دهن سو خيلينتنا انغا نسيا lacagta shaqo abuurka ama guriyeynta qaxootiga marka la keeno dalka yaani loogu sameyn lahana anaga hadda noo soo hormariya maxaa yeelay guriyeyn baan u sameeyneyna shaqo abuur baan u sameeyneyna waafiqi iyo Hassan Sheikh Mahmud fiiri lacagtooda soo qaataano dadka la soo celiyo haba dhahaano haddana ilaa qofka marka la celinayo waxaa la siinaya dawladda lacag bay siin lahayd shan kun ama afar kun ama lix kun meelahaasi waxaa la yiraahdaa repatriation program dib u dejin in qofka dalkiisa loo celiyo wax qabsado tiina iyaga dhunta u dhigtay marka qofka diyaaradda unbaa la saarayaa Soomaaliya unbaa laga dejinayaa weeye macnuhu oo anaga noo dhiiba anaga macnaheey noo soo hormariya lacagtii celintana waa qaadanay tii shaqo abuurka iyo deegaameynta isaga la siin lahaa qofka la celinayana annaga noo soo horumariya diyaaradda soo saara xamraan ku soo dhaweeyneyna iyo Djibouti markaas kadib waxa weeye annaga shaqo u abuureyna annaga deegaameeyneyna amnigiisa annaga haysana horta ma arkayse macnihi lacagahaasi ayaa soo gaari doona maalmaha soo aadan fiqi oo wasiirka arrimaha dibadda marka Soomaalida Yurub joogta waa la celin doona ma arkayse macnihi kaliya Soomaalida Yurub joogta maahan Soomaalida Mareykanka hadda macnihi 16,000 darbiyada ka soo booday oo bilaa sharciiga ah iyagana waxa weey qandaraasku way ku jiraan Hassan Sheikh Mahmud iyo tiimkaasi lacagta way qaateen Mareykanka hadda doorasho gali raba Trump haduu yimaado horta macnihi difaac ma bala hanba Soomaalida macnihi sharci darada macnihi ku soo gashay Mareykanka isagu waa celin wixiis way cadahay inuu soo bixi doonana waa loo badiya marka Soomaalida Mareykanka joogta Soomaalida Yurub joogta markaysay macnihi lacagtooda waa la shubtay macnihi wixii sharci la'aan ah in markaysay wixii hadda soo gala inay macnihi qaataan Djibouti iyo Muqdisho marka taana hal ogaado waxa intaas si dheer marka waa ajeeb ah in dadka macnihi badan ee Djibouti la geyn doono Djibouti oo kuleyl ah inta badan kaneecana leh waxa dhaanta malaha boorkii Soomaaliya oo busti iyo siigadi markayse macnihi amni darab ay iska ahaatee because furin iyo haragow ayaad cunaysa wax kale ma yaal laba dalale marka Yurub maxaa akhbaaro qaysan Yurub shalay si cad ayay u soo qoreen
way publish kareen anaa akhriyay ba iyadoo jarmal ah iyadoo ingiriis ah inta baan akhriyay in qaxootiga si degdeg ah loo xilinaayo marka baashan muday soo jiitantay muday soo jiitantay in markay samcanay 72 dal europeaniska ah in qaxootiga la xiliyo way isku raaceen wixii markay soo galana albania in macnay kaamam looga sameeyo albania wadan ay dhahan markay markaas waxa la yiri maxaa talyaaniga ma ay qofkii talyaani ka soo gala albania la geeynaaya kaamka hadhowdi marka interview laga qaadayna qofka albania markab laga saaraya talyaaniga interview ku soo mari haddana markayse macnay markaba soo celin albania la keeni kuwa kalena macnay deportation erayga deportation ay soo qoreen fastest ay soo qoreen deportation ayaa qalinka lagu duugay reer yurub marka waxay dhayn arintan waa la soo daadeen waxa la rabay markayse sanooyin ka hor inaa fududaysan dadka qaxootiga yurub inta badan shacabka macnay commentiyadooda iyo macnay aaradooda waa sidaasi waa noolaan la nahay waay macnay qaaradii way xumaatay markayse ajnabi ba ku soo batay waa sida marka wixii carab ahna qadaraaskoodu waxa qaatay masaarida carab oo dhan wixii qaxooti carab oo dhan la celinayo waxa weey masar la geyn doona kulay Sinai iyo meelahaas ay geyn doonaan ee markayse macnay wixii Soomaali ah geel iyo Hassan Sheikh Maxamuud oo lacagta ku qaatay kaliya Yurub aan Americana way ku jirtaa marka lacagta ugu horeysa ee celinta dadka Soomaaliyeed hadda fiqi maalmaha soo aadan ayaa loo soo shubaya isagoo ah wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya su'aashii weydiinta la waxa weeye marka hadii qof miskiin ah soo tahriibay ama diyaarad soo raacay leen soo gatay Yurub iska yimaaday oo nimankan hadda dawladda sheeganaya daryeelna aan u hayn shaqana aan u haynin amaanna aan u haynin oo nafta ay ku dhibaayaan haday leeyeen anaga qaxooti qaabilayna miskiinkan hadii nolosha ay u qoonsadaan ay dhahayn hana la soo celiyo ma kula tahay inay amaankooda sugi karaan ma kula tahay inay shaqo abuur dhaba u sameeyaan ma kula tahay macnihii Hassan Sheikh Maxamuud iyo tiimkiisi in markayse dadkaasi xuquuq dhaba ay siin doonaan idinka ka jawaabi doona sheekadu waa hadhahadha ee markayse nin walba dhulkaaga dhabdhe nimankan hadaan la iska qabannin dal iyo dibad markayse macnihii wax Soomaali oo fiigi doona ma jiro dardaalankeena waxa weeye amalkana Ilaahay dartiis u qabo maxaa yeelay midkaad u amal falaysa daraadi eebi uu arkaya sahaydana bato safarku waa uu dheer yahay xamuulkan iska yaree kaabada la fuuli doona mid adag weeyaan su'aashaasi ka jawaaba nimankan hadda markayse macnihii dalka jooga qaxootigii lacag ay ku qaateen hal soo celiyay dhahayn America iyo Europe hadii loo celiyo annaga amnigooda sugeynay dhahayn ma aaminsan tahay shaqo abuur inay u sameeyaan amnigooda ay sugayaan commentiga faaladaada soo dhiibo weerar baa igu furan sidaad u jeedid muqaalkan muqaalka xiga kor hadii la kala qaato balanteena waxa weey maalmaha soo aadanna siyaasadda Muqdisho iyo Soomaaliya erka firdowsa